مشاهدين الأعزاء، في حلقة الليلة من برنامج بين الحقيقة والخيال نعرض لكم موضوعا فيه من الحقيقة التاريخية أكثر ما فيه من الخيال. نعرض لكم حقبة من التاريخ العربي الوسيط امتدت عبر 250 سنة وعرفت باسم عصر المماليك. موضوعنا الليلة يتناول عصر المماليك ومؤسس دولتهم الظاهر بيبرس. لقد امتلأت كتب التاريخ العربي والغربي على السواء بعشرات الآلاف من الصفحات حول عصر المماليك. بعض هذه الصفحات ناصع البياض، والبعض الآخر حالك السواد. نود أن نعرف الحقيقة حول السواد والبياض في حلقة الليلة. حين يتكلم التاريخ مثلا عن غزو التتار والمغول للمنطقة العربية يذكر المماليك بكثير من الثناء، فمما لا شك فيه أنهم أنقذوا المنطقة العربية من دمار الغزو التتاري. وحين يتكلم التاريخ أيضا عن غزو الغرب لشرقنا العربي في حرب الصليبيين يضع التاريخ المماليك في مرتبة صلاح الدين، فقد قاموا بحملات ضد هذا الغزو، حملات ناجحة أخرجت الغزاة من آخر معقلهم في عكا. والوجود المملوكي في تاريخنا العربي لم يكن في صورة انتصارات وغزوات عسكرية فقط، وإنما كان أيضا في صورة معمار وطرق وقنوات ومساجد وقلاع ومدارس ومستشفيات بعضها بقي حتى يومنا هذا. عصر المماليك إذن هو حقبة تاريخية هامة في تاريخنا العربي، وفي حلقة الليلة نود أن نعرض هذا العصر ونعرف الحقيقة حول مؤسس عصر المماليك الظاهر بيبرس الذي أصبح أسطورة عرفت باسم الملك الظاهر بيبرس. سنروي لكم القصة الشعبية، وتبدأ هذه القصة في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي وفي بلاط الملك الصالح في القاهرة. السلام على الملك الصالح يا أيوب. وعليك السلام يا علي. جاء رسول الملك يستدعيني فأتيت على عجل لأكون في خدمة مولاي. ابن الوراقة، رأيت الليلة الماضية في المنام وكأني في واد قفر فسيح قد امتلأ بالضباع أحاطت بي من كل جانب، فما كان لي منها إلا الاستعانة بربي. أضغاث أحلام يا مولاي. وقد جال بنفسي خاطر جديد. وما هو يا مولاي؟ أن أعد للأعداء جيشا. هذا الخاطر جال بنفسي في المنام، فلجأت بقلبي إلى ربي فرأيت 75 سبعا يتقدمهم سبع ضخم الجثة واسع الصدر، فأعملت أنيابها وأظافرها فيها حتى أهلكتها. وما التفسير هذا يا مولاي؟ أما الضباع إلا رمز للأعداء الذين يهددون بلادنا في كل حين، يأتون إلينا برا وبحرا في كل عام. والسباع يا مولاي؟ السباع هم الجيش الذي أكونه بنفسي من مال الدولة ليحموا الديار، جيش من المماليك. وما يأمرني مولاي؟ أنت يا ابن الوراقة من أمهر الياسرجية. كنت يا مولاي. ستعود من أجل خدمة عامة. أريدك أن تشتري لي 75 رجلا من الأشداء المماليك، ثلثهم من الشركس وثلثهم
من الأباضية، والثلث الباقي من الجرجية. هل تفعل؟ أفعل يا مولاي. كيس فيه 75,000 دينار، ثمن 75 رجلا، كل مملوك بألف. وهذا الكيس تشتري مملوكا آخر هو 76، يكون حسن البيان، قوي الجنان، يحفظ القرآن، لينا في مواضع اللين، قويا في موضع القوة، مشرق الطلع، محمود السيرة، كريم الخلق. سأفعل يا مولاي إذا وجدت مثل هذه الصفات في إنسان واحد. الحكاية الشعبية إذن تقول أن عهد المماليك بدأ هكذا: الملك الصالح رأى حلما أزعجه وتوخى شرا من الأعداء، فقرر تكوين جيش من المماليك، ويعمل علي بن الوراقة كبير اليسرجية على تحقيق رغبة الملك، فيسير متجولا في البلاد من مصر إلى الشام، لا يدع أميرا إلا ويقصده، لا يدع واليا إلا ويسأله، حتى وصل إلى مدينة بورصة في أسيا الصغرى. ألهذا قصدت مدينة بورصة؟ إنما قصدتك أنت للمدينة، فأنت لن تتردد في تلبية طلب الملك الصالح. ولكن ليس عندي مثل هؤلاء المماليك يا ابن الوراقة، فلماذا قصدتني دون سائر الناس؟ يا ابن عثمان، ما قصدتك أنت فحسب، قصدت كل مدينة وأمير لأجد للملك الصالح مطلع. إنما أنت تسعى لتحقيق غاية في نفسك. أية غاية هذه يا مسعود؟ المال، تسعى لتحقيق الربح والمكافأة. يا ابن عثمان، ما جئتك لتحاسبني وتسمعني خالص الكلام، إنما سألت سؤالا. والجواب لا، ليس عندي أي مملوك، ولا تحاول أن تزيف إلى الملك الصالح الحقائق، وإلا ما أفلت من الانتقام. أفهمت يا ابن الوراقة؟ أرجو المعذرة يا سيدي. من الفتيان؟ زملائي. من أنتم؟ نحن مماليك مسعود بن عثمان. كم عددكم؟ 75. من أي البلاد أنتم؟ منا الشركسي والجرجي والأباضي. وعددكم 75؟ أجل يا سيدي. يا للفرصة النادرة، أنتم طلب الملك الصالح. ماذا يقول سيدي؟ لا شيء، لا شيء. أرجو المعذرة يا سيدي. ذكرت منذ قليل بأنك غير قادر على تأمين المماليك للملك الصالح يا أيوب. أجل. وهؤلاء الفتيان الذين يملؤون ساحة القصر لعبا ولهوا وفتوح. يا قليل الحياء، يا قبيح الأدب، كيف تقابل الإحسان بالإساءة؟ أتيتني تعبا منهكا وأكرمتك، فكيف ترد الإحسان بالإساءة؟ يا ابن عثمان، لو كان الأمر يتعلق بي لهان الأمر، إنما الأمر يتعلق بالملك الصالح، فهو يريد هؤلاء ليكونوا نواة جيش شديد المراس
يرد الأعداء عن البلاد. ويحك، كيف تحلم بأن أعطيك ما تملكه يميني؟ سأدفع لك الثمن، فالملك الصالح كما تعرف جد كريم. هذا لن يكون، لن يكون أبدا. اسمع يا ابن الوراقة، لئن طلعت شمس الغد وأنت في بورصة لأذيقنك العذاب الأليم. اسمعني يا ابن عثمان. لن أسمع. هيا اخرجي من هنا مسموما مدحورا، وإن وقع عليك بصري بعد ذلك فلا تلومن إلا نفسك. يا رجال، يا رجال، هدئ من روعك يا ابن عثمان. يا رجال، انظروا إلى وجه هذا الرجل واحفظوا ملامحه جيدا، فإن رأيتموه بعد اليوم في بورصة فاقتلوه. الأمور لا تحل هكذا يا ابن عثمان. إن تأخر في بيت لحظات أخرى فاقتلوه أيضا. أرجو المعذرة يا سيدي، لقد سمعت. أجل سمعت. أرجو أن تمتثل للأمر وتغادر المدينة، لأننا لن نتردد في تنفيذ أمره ولو كرهنا ذلك. حسنا. أي دمر؟ اتبعه وبعض الرجال، وإن تلأك في مغادرة المدينة فاقتلوه. قد غادرت المدينة، فما لكم ولي؟ إلي، إلي، إلي أبي علي، إلي بابن الوراقة. سيدي ما بالك؟ أعيدوه، أعيد ابن الوراقة. لقد طردناه من المدينة بناء لأمرك. ويحكم، أعيدوه، أعيدوه، وإلا قتلتكم جميعا. سيدي ماذا جرى؟ ما الذي غيرك؟ لقد رأيت في منامي رجلا يضع يده على صدري، يده ثقلت على صدري حتى كادت روحي تزهق، ثم سمعته يقول: يا مسعود، أنا الملك الصالح الفقير إلى الله، إن لم تعطي عليا ما عندك من المماليك جميعهم قصمت ظهرك وأعدمتك حسك، ثم بعد ذلك أخذنا المماليك من بعدك، فاختر لنفسك الحياة أو الموت. بعد ذلك أفقت أكاد أموت من الجزع. أضغاث أحلام يا سيدي. لا تعظني الآن، ويحك، ابحث عن ابن الوراق وأتني به، وإلا قطعت هذا الرأس. هيا.
الحمد لله إذ وجدتك. هيا هيا معي. إلى أين؟ إلى سيدي. إلى الموت؟ لا 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 لا، سيعطيك كل ما تريد. لقد رأى حلما مزعجا أخافه، تركته يرتجف من الخوف. ليرتجف إلى ما شاء الله، فلن أتحرك من مكاني هذا. يا سيدي، وما أن تطلع الشمس حتى أستأنف السير إلى القاهرة لأعلم الملك الصالح بكل شيء. يا سيدي أرجوك أن تأتي معي. لن أفعل. إن لم تأتي معي سيقتلني. هذه مشكلتك أنت يا صاحبي. أسف يا سيدي، ولكنني لن أغامر بعنقي. هيا هيا احمله معي، وضعه على جواده. هيا. اسمعوا واو، منذ الآن انتقلتم من ذمتي إلى ذمة سيدكم علي بن الوراقة، فاسمعوا له وأطيعوا. لقد عشنا جميعا معا منذ الصغر، فماذا لو باعنا وفرق شملنا؟ والله لن يحدث هذا. لست سيدكم، سيدكم الجديد هو سيدي، سيد البلاد، الملك الصالح أيوب. هو الذي سعى في طلبكم ليستعين بكم على الأعداء. ستكونون في مكان واحد، ولن ينقص واحد منكم. إن كان الأمر هكذا فنحن نرحب به. فاذهبوا إذن واستعدوا للسفر. أيدمر. نعم يا سيدي. في الكيس الذي معي في الخارج 76 بذلة، وزعها. ولكن نحن 75. يحتفظ بالأخيرة حتى نجد المملوك 76. حسنا، سنأخذ البذلات ونذهب إلى الحمام. هيا بنا يا أخوتي. هذا الكيس فيه 75,000 دينار، لكل مملوك 1,000. وهذه الدنانير هبة مني لك. ماذا؟ وهذا صق بالتنازل عن الممالك. وجدنا 75، بقي 76. أين أجده؟ أين أجد المملوك الذي وصفه الملك الصالح؟ أين؟ أين؟ ما شاء الله ما شاء الله، سيسر الملك الصالح بكم. ماذا سنفعل بالبذلة 76؟ احتفظ بها ريثما نجد صاحبها. حسنا، هل يسمح سيدي بكلمة؟ قل يا إيدمر. لقد صادفنا غلاما مريضا منذ 3 أيام وهو يتألم ولم يذق طعاما. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو مملوك مثلنا، فهل تراه؟ أحضره لأراه. قدرت بأنك لن ترفض رؤيته، لذا أحضرته معنا. أحضر الغلام. قلت بأنه مملوك؟ نعم يا سيدي، ومن أبناء الملوك، فلو ضممته إلينا لكان 76. لكنه مريض عليل، والملك الصالح يريد فتى فيه صفات السباع. المريض يشفى يا سيدي، وسأكون له خادما حتى يشفيه الله. عافاك الله وشفاك يا أخي. شكرا لك يا أخي.
ما اسمك؟ محمود. ومن هو سيدك؟ محمود المصارع. يا غلام، ألا ترى معي أن موتك أولى من حياتك بعد أن ثقلت عليك وطأة المرض وطال أمدها؟ لن أيأس من رحمة الله، لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. أتشمت بي يا أخي بدل أن ترجو لي السلامة والعافية؟ آتني بمحمود المصارع. سيدي، هل تأخذه؟ أين البدلة 76؟ سأحضرها في الحال. بالرغم من علتك فإني أرى فيك ملامح السباة. البذلة لك. لماذا؟ ستذهب معنا إلى القاهرة لنكون جندا للملك الصالح، وسألبسك البذلة بنفسي. لن يكون معنا إلا إذا جئتني بمحمود المصارع. سآتي به على جناح الطير يا سيدي. ويبقى محمود في دمشق في رعاية امرأة طيبة تعنى به حتى يشفى تماما. ولشدة الشبه بينه وبين ولد كانت قد فقدته، أسمته باسم هذا الولد بيبرس، ومن هنا اكتسب محمود اسم بيبرس. هذا ما تقوله القصة الشعبية. ثم يتجه بيبرس إلى القاهرة ويمثل بين يدي الملك الصالح. ومنذ بدء حياته كأحد مماليك الملك الصالح يتبين للجميع الصفات الحميدة والشجاعة الفردية الخارقة والصفات العظيمة التي يتحلى بها هذا الصبي. فهو البطل الصنديد الذي يقود الجيوش دائما إلى النصر، وهو الشجاع الذي يطارد الأعداء والعصاة وقطع الطرق، فيصبح بذلك المفضل إلى قلب الملك الصالح، فيلقبه الملك الصالح أميراً من أمراء المماليك. ولكن هذه المكانة تجلب له حسد الحاسدين فيبدأوا بالتآمر ضده، بل ينغمس هو أيضاً في المؤامرات ويبدأ في الطمع للسلطة لنفسه. وما أن يموت الملك الصالح حتى يتآمر بيبرس على قتل ابنه تورانشا، ولا يبقى أمامه إلا منافس واحد هو السلطان قدس، فيعزم النية على التخلص منه أيضا. وتساعده الأقدار حينما ينتصر في معركة عين جالوت التاريخية ويصبح بذلك بطلا شعبيا، فيرى الفرصة سانحة لقطف الثمرة التي طالما نظر إليها، السلطة لنفسه فقط. بيبرس، الانتصار الكبير على التتار في عين جالوت كان رائعاً، فلا تفسده بالطيش. ومن الذي صنع النصر؟ لا أحد ينكر حسن قيادتك، ولكن لا تذهب بعيداً في الشطط. أنا صانع الانتصار، ورغم ذلك سيدخل قطز إلى القاهرة دخول الفاتحين. سترفع أكاليل النصر فوق مفرقه، أنشيد العامة ستكون له، أما أنا فمن يدري، ربما يكافئني قطز بأن يرسلني إلى المنفى من جديد، أو ربما أمر بقتلي. لن أسمح بهذا. لا تقتله يا بيبرس. وهل أدعه يقتلني؟ لقد قتلت تورانشاه بعد أيام قليلة من توليه الحكم، وبعد أيام قليلة من الانتصار الكبير في المنصورة. أنا صانع المجد في المنصورة أيضا، وماذا كانت النتيجة؟ تورانشاه طغى وتجبر وتمادى في آثامه وشروره، وأخذ يحيك المؤامرات للتخلص منا. تورانشاه كان مفسودا وقد يستحق القتل، لكن قطز ضعيف. قطز ضعيف يرخي الأذن لأزلامه، وهؤلاء يحرضونه عليه وهو يستجيب للتحريض.
عز الدين أيبك ساعدته حتى أصبح وصياً على السلطان الأيوبي الصغير. قطز ساعدته في الحلول مكان أيبك بعد مقتله، ومن ثم أعنته في عزل السلطان الصغير وبإعلان نفسه سلطاناً أصيلاً ومؤسساً لدولة المماليك. أنا صاحب اليد الطولة في كل ذلك، ورغم ذلك قطز يتآمر علي. قد لا يسمع منهم هذه المرة. اسمع يا أبا، ألست أقوى المماليك؟ لا أحد ينكر ذلك، فأنت أقواهم وأشجعهم. ورغم ذلك تورانشاه حاول الإيقاع بي، وقطز حاول التخلص مني، فعلى ذلك بالرجل القوي بيانا. فماذا يكون حال عامة الناس؟ أجبني يا إدمر، هل يتورع من يبطش بالقوي عن البطش بالضعيف؟ لا لا، الناس سينشدون يوما أو يومين أو ثلاثة للنصر، وبعدها يعودون إلى واقعهم المرير، إلى خيبة الأمل، إلى تحكم رجال قطز بهم، إلى فرض الضرائب الباهظة، إلى الخوف على أرواحهم وأملاكهم. أتنكر كل هذا؟ لا. وقطز لاهن عن كل ذلك، لاهن عن مشاكل الناس، أراه غائصا في أحلام لا أدري حقيقتها. غريب هذا الأمر، غريب هذا الأمر. يجب أن يموت قطز قبل أن يصل إلى القاهرة. لن ترفع أكاليل النصر له. الأناشيد لن تكون إلا للمنتصر الحقيقي، للمنتصر في عين جالوت والمنصورة، لمؤسس دولة المماليك. لك أنت. أجل، قطز سيكون في القبر، وأنا على رأس الجيش المنتصر أدخل إلى القاهرة التي تغمرها فرحة النصر. يا عبد الرحمن تخاف، ارفع عالية ورأس. لحظات لا تنسى في عالم الكرة السعودية. مباريات طبعت في ماضينا. ذكريات كروية، الجمعة 2:30 مساء على قناة ذكريات. خلى الناس تقول شاهين ذبح ولد عمه. انت شيخ ركان، ما احد يقربه. سو انا ما اظلم احد، بس انا ما اسامح. هو اللي حفرها بيده حتى ملت تراب دم. اللي قاعد تسويه ما هو زين، لا بحقك ولا بحقي. ظلال ورمال يوميا 7 على قناة ذكريات. ينفذ بيبرس ما خطط، يقوم بقتل قطز ويدخل القاهرة منتصرا، يدخل القاهرة فاتحا من الفاتحين ويصبح سلطانا. فكيف يتصرف بيبرس بعد أن أصبح سلطانا؟ ما لك يا ابن الوراقة؟ حفظ الله سلطان الظاهر بيبرس، تأمرني بالصرف على بناء مدارس ومساجد وبمارستانات وكري الترى وشق القنوات وترتيب خيل البريد، ولكن ماذا؟ ألا يعجبك هذا؟ يعجبني والله، يعجبني كثيرا، ولكن من أين لنا بالمال؟ الخزينة مليئة، أنت ذكرت هذا، ولكن مشاريعك هذه ستأتي على الخزينة بأكملها وتبقيها خاوية. تعود وتمتلئ من جديد، الخير كثير والحمد لله، والأمن مستتب في البلاد. ولكنك خففت الضرائب،
ألغيت ما ليس عادلا منها، ألا يعجبك هذا؟ يعجبني، يعجبني كثيرا، ولكنك خففت الضرائب من ناحية وزدت من العمائر من ناحية أخرى. العمران دليل الحياة والتقدم والازدهار. كانت البلاد في فوضى، اللصوص وقطاع الطرق لا يتركون شيئا من شرهم، وكنا نرسل الحملة تلو الحملة. أما الآن فالأمن مستتب في البلاد والحمد لله، والحملات توقفت ومصاريف الدولة خفت. هذا صحيح، مصاريف الدولة خفت، إذن يجب أن أخفض الضرائب. لا حاجة لضرائب باهظة، الحاجة للعمائر الآن. العمران دليل الحياة والتقدم والازدهار يا ابن الوراقة، أتنكر هذا؟ لا، حسنا حسنا كما تأمر يا مولاي. كانت البلاد في فوضى كثيرة، وكنا نحن المماليك أحد أسبابها، والآن يجب أن أستميل قلوب الشعب، يجب أن أستهويهم، يجب أن أقوم بكل شيء في سبيل خيرهم حتى نذكر بالخير، وحتى يفرد لنا التاريخ بعض الصفحات البيض للمماليك. أطال الله في عمر السلطان، الرجل العباسي في الطريق إلى القاهرة. هذا حسن. أحقا تريد إعادة الخلافة العباسية؟ هناك قضى عليها حين احتل بغداد، وقضى على العباسيين، لكنه لم يقضي عليهم جميعا. بحثت حتى عثرت على عباسي سأنصبه خليفة باسم المستنصر بالله. ولكن لما هذا؟ الخلافة يجب أن تعود، وسيقلدني الخليفة سلطنة البلاد، وعندها لن يستطيع أحد أن يطعن بحق الشرعي في سلطنة البلاد. هيا بنا الآن لنستقبل الخليفة بما يليق به. هذه كانت بعض مشاهد السيرة الشعبية للبطل الظاهر بيبرس. فما هي الحقيقة وما هو الخيال فيما شاهدناه؟ أترك الكلمة الآن للمتخصصين في التاريخ، ومعنا منهم الليلة الأساتذة الدكتور سعيد عاشور أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة القاهرة، والدكتور مفيد أبو مراد أستاذ تاريخ كلية التربية في بيروت. أهلا وسهلا بالأساتذة. يبدو من الوهلة الأولى بعد ما شاهدناه أن الكاتب خيال الكاتب لعب الدور الأكبر، فعايزين نعرف دلوقتي الحقيقة حول أصل ونشأة الظاهر بيبرس. كيف نشأ هذا الصبي، وأين وجدوه، وكيف جاء إلى القاهرة؟ أولا كلمة للدكتور سعيد. وفي حقيقة الأمر كما رأينا الفيلم الآن، في فارق كبير لا نستطيع أن ننكره بين الحقيقة وبين ما روته القصة الشعبية سيرة الظاهر ببرس. وهذه الظاهرة بنلمسها إلى حد كبير في القصص الشعبي، إن هم دائماً أبداً بيميلوا إلى إظهار البطل في الصورة التي يحب أن يراه عليها الجمهور، لا في الصورة الحقيقية. الحقيقة كما رأينا الآن، يعني لا أستطيع أن أقر مبدأ أن الصالح نجم الدين أيوب رأى في المنام أنه يرى ضباع ويرى سباع وإلى آخره. الثابت عندنا في كتب التاريخ أن في الفترة اللي أعقبت صلاح الدين الأيوبي، هذه الفترة بالذات اشتدت فيها المنازعات واشتدت فيها الخلافات بين أمراء بني أيوب في الشام ومصر من ناحية، وبينهم وبين الأعداء الدخلاء الذين أتوا من الغرب في المنطقة من ناحية أخرى. وفي هذه الفترة، فترة الاضطرابات، لجأ كل أمير من أمراء بني أيوب لكي يحمي كيانه ويحمي نفسه نفوذه، إن هو يكون لنفسه جيش
صغير أو كبير حسب قدرته. فأسهل طريق لتكوين هذا الجيش لجأوا إليه اللي هو شراء المماليك. يعني المرتزق؟ نعم. والمماليك كما نعلم هو الفعل نفسه أو الكلمة مملوك من الفعل العربي ملكة، والمقصود به أو اتخذ معنى اصطلاحي في التاريخ المقصود بالمماليك هم الرقيق الأبيض، الرقيق الأبيض بالذات. إذن شراء المماليك كان شيء موجود من قبل الملك الصالح؟ نعم كان موجود، وكان موجود من أيام العباسيين، بس موجود بأعداد بسيطة وبأعداد صغيرة، ولم يقدر لهم أنهم يلعبوا الدور الخطير في التاريخ اللي لعبوه في الفترة اللي إحنا بصددها الآن. والمهمة المنوطة بهم مختلف؟ طبعا إلى حد كبير. إذن الظاهر بيبرس عندما نقول أنه مؤسس دولة المماليك نقول هذا أنه لم يكن أول مملوك لعب دور في التاريخ، وإنما هو المؤسس بمعنى أنه المملوك اللي لعب الدور الأهم. لعب الدور الأهم وساعدت على هذا ظروف، لأن الظاهر ببرس هو أتى إلى مصر، إذا عدنا إلى حديثنا أتى إلى مصر بنفس الطريق تقريبا اللي كان بيأتي به غيره من المماليك، عن طريق تجار الرقيق. وتجار الرقيق كانوا بيحصلوا على هؤلاء الصغار المماليك الصغار إما عن طريق الشراء أو الخطف أو الأسر في الحروب. طيب من أي منطقة كانوا بيخطفوهم أو بيشتروهم؟ من مناطق عديدة، وبنجد أن المماليك اللي استقروا في مصر والشام في ذلك الدور من منتصف القرن الـ13 أو قبل منتصف القرن الـ13 حتى بداية القرن الـ16، هؤلاء المماليك من مختلف العناصر الأسيوية والأوروبية. يعني من الأشياء العجيبة اللي تستدعي الانتباه والأشياء الطريفة في نفس الوقت ان احنا نعرف ان بعض هؤلاء المماليك من بلدان بعيدة في اوروبا. السلطان لاجين ثبت فعلا ان هو اصله ونشأته من البلاد الواقعة على ضفاف بحر البلطيق في شمال اوروبا. السلطان خوش قدم ده يوناني. بعض الرحالة اللي جم زاروا مصر في تلك الفترة تعرفهم على اقارب لهم من المماليك، وثبت فعلا انهم اما المان او اسبان او سلاف. ده بالاضافه لعناصر الاسيويه، ودي بقى الغالبيه الكبيره انهم كانوا من الترك، والترك بالذات لان حصل ظروف في ذلك الوقت قبيل منتصف القرن الـ16 توسع المغول او التتار، وانهم ضغطوا على بلاد الاتراك ومزقوا الدوله الخوارزميه واسروا الوف مؤلفه من الاتراك. فهذه الالوف بيعت في اسواق الرقيق، والمسألة مسألة عرض وطلب، لأن الرقيق شأنهم شأن أي بضاعة، فأصبح منهم أعداد كبيرة. كان من الأولاد اللي خطفهم اتخطفهم كان الظاهر ببرس. أيه. إذن نستطيع دلوقتي نحن نقول أن أولا المماليك هو عنصر غير عربي أساسا. طبعا كانوا كلهم عنصر غير سامي وغير عربي. طبعا عنصر أجنبي. طبعا وكانوا يخطفوا ويباعوا كالرقيق. نعم. الظاهر ببرس نرجع له بقى. إذن دكتور سعيد عاشور عنده كتاب عن الظاهر ببرس، فإذن تسمح لي دكتور مراد خليه هو يكلمني عن الظاهر ببرس لأنه كاتب فيه كتاب. هل أتى إلى قبل هذه الاستفاضة في شأن الظاهر ببرس؟ أود الإشارة إلى نظير للمماليك هو الجيش الإنكشاري. الجيش الإنكشاري الذي أنشأه العثمانيون نوعا ما على غرار المماليك، فكان يؤتى بالأولاد الأسرى أو بالأطفال الذين يسبون ويشترون ويربعون تربية تشبه تربية المماليك. فكان جيش الإنكشارية كجيش دائم يشبه إلى حد ما جيش المماليك، ولكن المماليك كانوا موزعين على زعماء وأمراء، فكل جماعة من المماليك تخص أميرا أو زعيما، بينما جيش الإنكشاري كان يخص السلطان دون سوى. هل ممكن نقول أن دول نواة الجنود المرتزقة اللي احنا بنسمع عنهم النهاردة؟ والله هي الجنود المرتزقة موجودة في كثير من أو في كل زمان موجودة الجنود المرتزقة، ولكن ما نقدرش نقول نواة بالضبط الجنود المرتزقة، لأن فكرة المماليك كان لهم نظام تنظيم خاص قائم بذاته لا مثيل له في التاريخ إطلاقا، كطبقة منفصلة لها وضعها الخاص. عايزين نرجع للمماليك إذن، بس قبل ما نرجع لهم عايزين نعرف قصة الظاهر ببرس بقى. عايزين نعرف هل هو البطل المغوار صحيح اللي ما انهزمش في أي معركة؟ هو الظاهر ببرس أحد التجار اشتراه، ده الشيء الثابت عندنا في التاريخ، وكما هو حكى عن نفسه.
أحد التجار اشتراه من مدينة سواس. أين تقع مدينة في آسيا الصغرى؟ في آسيا الصغرى، وآسيا الصغرى كانت سوق كبير للرقيق، لأن من البحر الأسود جزء كبير البحر الأسود يطل من ناحية على الأقاليم الأسيوية، عناصر الترك اللي بيجي منها الرقيق الأبيض أو المليك، وبرضو من الشمال السلاف، عناصر السلاف، والسلاف دول من الأشياء المعروفة إن كلمة سلاف يقال اشتق منها سليف، يعني كان بيستلق منهم أعداد كبيرة. ففي مدينة سواس أتى به هذا التاجر، وأتى معاه بطفل آخر وكانوا صغار في السن. عرض البضاعة بتاعته، حاول إن هو يبيعها في بلاد الشام، ولكن الظاهر ببرس لم يجد من يشتريه، لأن المفروض اللي بيشتري مملوك بيشتري مملوك لصفات معينة. يعني يلاحظ في هذا الطفل إن هو يكون على وجهه علامات الذكاء ويبشر بخير، لأن أنا هشتريه وأصرف عليه حتى يكبر وأستفيد منه، لا داعي إن أنا أشتري طفل يظهر عليه علامات الخمول أو في عيب من العيوب. هل كان مريض زي ما ظهر في القصة الشعبية؟ لا يوجد دليل على هذا. كل اللي لدينا في المراجع أن الظاهر ببرس كانت على إحدى عينيه سحابة بسيطة، والسحابة تعتبر عيب خطير، لأن ده مفروض هيكون محارب في المستقبل. لدرجة إن هو لما أتوا به إلى بلاد الشام فعرض على المنصور، المنصور الأيوبي صاحب حماه. والمنصور الأيوبي كان صغير في السن، ويقال إن هو قبل ما يشتري أي حد من المماليك الرقيق كان لازم بياخد رأي والدته. فوالدته بصت وشافت الظاهر ببرس والصبي اللي معاه، وبعدين اتجهت لابنها وقالت له اشتري هذا الصبي ولا تشتري ذاك على الظاهر ببرس أبدا. وقالت عبارة شهيرة، قالت يبدو في عينيه شرا لائحا، يعني في شر كبير في عينيه. تأبط شرا. قالت ان ده لا يبشر بخير. وفعلا المنصور الأيوبي رفض ان هو يشتري. كيف وصل الى القاهرة إذن؟ بعد هذا عرض على امير يعرف باسم الامير علاء الدين البندقدار. والبندقدار من البندق اللي هو الكرات الصغيرة من الطين او من الرصاص اللي كانت تستخدم في القتال. البندقدار اللي هو كان بيحمل الكيس بتاع البندق، وده هو كان احد اصحاب واتباع الصالح نجم الدين ايوب. فعلاء الدين البندقدار اشترى الظاهر ببرس واشترى بثمن رخيص. مش علي بن الوراق إذن؟ لا، قصة علي بن الوراق ده هي في القصص الشعبي ولا أصل لها في التاريخ وفي كتب التاريخ. الاسم نفسه لا أصل له في كتب التاريخ إطلاق. فأتى بي علاء الدين إلى مصر وانضم إلى مجموعة من المماليك. حرص السلطان الصالح نجم الدين أيوب إن هو يربيهم في قلعة الروضة، وهذه القلعة أو جزيرة الروضة في بحر النيل، يطلق عليه بحر النيل مش نهر النيل. وبناء على هذا الطائفة دي كلها أطلق عليها اسم مماليك البحرية. إذن عرفت بقى إذن الجزء الحقيقي من الجزء الخيالي في قصة ظاهر ببرس. أنتقل إلى مرحلة أخرى من حياته. دكتور مراد، هل صحيح كان بطاش ومتآمر وفعلا تآمر على ابن ولي نعمته يعني الملك الصالح أيوب، وقتل ابنه طرانشاه وأخذ الحكم لنفسه؟ إلى أي مدى كلام ده حقيقة تاريخية؟ يعني أما الباطش فقد كان بطاشاً، والبرهان شجاعته وصوله وطوله في المعارك، ففي معركة المنصورة وفي معركة عين جالوت وفي سواها من المعارك الشهيرة التي برز فيها على رأس الخيالة المملوكية، أظهر من القوة الجسدية والشجاعة والصفات القيادية شيء الكثير. إذن هو بطش قيادي، بطش القائد الذي يعرف أن يضرب المثال في الشجاعة وفي اتخاذ المواقف الحازمة. أما بالنسبة للغدر والتآمر فذلك شيمة العصر، وخصوصا في البلاطات، فالدسائس في الخفاء والانقلابات التي تهيأ في كل زاوية من زوايا القصر هذا شأن معروف، وكان من أهم الأسباب التي نخرت الدولة العباسية والتي نخرت البلاطات الصغرى المنتشرة في الدويلات والإمارات الكثيرة على حواشي الخلافة. إذن لم يخرج عن المألوف عندما قام بمثل هذه الدسائس. ده ثابت تاريخيا دكتور سعيد أنه تآمر على ابن الملك صلاح أيوب وقتله وقتل قدس أيضا؟ هو الحقيقة بالنسبة لمقتل طرانشاه ابن الصالح أيوب،
لا نستطيع أن نقول أن بيبرس تآمر بالذات، لأن هو الغلط كان من توران شاه. توران شاه بعد ما المماليك البحرية انتصروا في موقعة المنصورة ثم الفرسكور ودحروا حملة لويس التاسع، أتى توران شاه كان خارج مصر، بدلا أن يحسن إلى هؤلاء القوم ويرد لهم الجميل أساء معاملتهم إلى حد كبير، لدرجة أن في قصة شهيرة في التاريخ أن توران شاه كان كثير الشراب فكان يسكر، المماليك رقبوه فرأوه في يوم من الأيام وضع أمامه مجموعة من الشموع مضاءة ويمسك السيف بتاعه وهو سكران يضرب كل شمعة يطيرها، ولما يطير شمعة يذكر اسم واحد من زعماء المماليك البحرية، بيبرس يخبط أول شمعة، قلاوون تاني شمعة، الطاي تالت، ويقول هكذا أفعل بالبحرية. ربما كان هو التفسير ذلك كمان خوفه من الانقلابات، ما هو عدم الثقة، ما هي عدم الثقة متبادلة طبعا بينه هو وبين مماليكه. طيب إذن هذا الجزء حقيقي يعني. نعم. يهمنا نعرف بقى الطريقة اللي كانوا بيربوا بها المماليك. دكتور عاشور عندك كتاب أيضا عن المماليك. هذه المدرسة الخاصة التي لم يرى مثلها التاريخ، أطفال يجيئون من جميع أنحاء العالم ويتربوا في قوالب خاصة تخلق منهم هذا النوع من البشر، إيه هي نوع التربية دي؟ هي بإيجاز دايما كانوا بيراعوا في المماليك، ليس كما رأينا في القصة الشعبية، دايما يراعوا فيهم صغر السن. طبعا لأن الشخص اللي بيشتري مملوك بيشتريه عشان يربيه ويطبعه بطباعة خاصة وينشئه نشأة خاصة، فإن لم يأتي به صغير السن يعني التعلم في الصغر مثل النقش في الحجر، ولكن إذا أتى بكبير يبقى إذن العملية لن يستطيع أن يطوره كما يشاء. والولاء المطلق ده والولاء مش ممكن المطلق يتوجد بعد ما الواحد تمام يعني. فالمماليك كانوا بيأتوا بيهم صغار في السن من مختلف البلاد، كل تاجر يأتي معه بالبضاعة شأنه شأن أي تاجر، أتى بأقمشة أو غيره، تاجر رقيق يأتي معه بعدد من المماليك الصغار ويعرضهم على الأمراء أو على السلطان، من شاء أن يشتري فليشتري. السلطان كان المماليك اللي ياخدهم يربيهم في القلعة، قلعة الجبل في القاهرة، في أماكن تعرف باسم الطباق، الطباق المملوكية. الطباق ده هي عبارة عن منازل أو أحواش أو بلوكات، بحيث يحرص السلطان على أن أي مملوك الجبل في القاهرة في أماكن تعرف باسم الطباق، الطباق المملوكية. الطباق ده هي عبارة عن منازل أو أحواش أو بلوكات، بحيث يحرص السلطان على أن أي مملوك جديد ينزل في طبقة بني جنسه، فإذا كان المملوك تركي ينزله مع الأتراك، إذا كان المملوك صقلبي أو سلافي ينزله مع السلاف أو الصقالبة حسب أصله، لأن هذا الطفل الصغير مفروض أنه هو يشعر بنوع من الأمان ولا يريد أنه هو ينكمش أو ينطوي على روحه، يريد ينفرد، فلا أقل أنه هو يعوضه عن أهله وعن أمه وعن أبوه، يعوضه عن هذا كله أنه نزله في طبقة بني جنسه حتى يشعر بقدر من الاستقرار. وبعد هذا في الطباق بمجرد ما يجي قد يكون آباء الطفل أبوه وأمه غير مسلمين، فتجرى عملية بقى لتعريبه وجعله يعتنق الإسلام، وده سهل في السن الصغير. وفي السن الصغير سهل. والتربية العسكرية دكتور كان اللي كان بيحصل إن أولا في الطباق يتسلمه الفقيه والطواشي، الطواشي اللي هو مقدم المماليك ده هو يعلمهم الصرامة والنظام إلى آخره، الفقيه يعلمه اللغة العربية لسان العربي ويعلمه القرآن وآداب الدين، يظل في هذا الوقت يحظى بعطف السلطان أو بعطف سيده، وسيد المماليك يطلق عليه اسم الأستاذ، يعني أنا أستاذي اللي اشتراني ورباني وأنا مملوكه لأن هو أستاذي وأنا مملوكه، ثم أتأمر عليه فيما بعد، ده موضوع بالضبط. فلحد ما يكبروا الولد سن البلوغ يبتدي بقى يلقنوا تعاليم الفروسية. تعاليم الفروسية، استخدام النشاب، الرمح، الحربة إلى آخره، وعشان لكي يخلق منه في المستقبل نواة الجيش محارب، لأن هو جابه بقصد الدفاع عنه أنه هو يبقى عدة في الجيش بتاعه في يوم من الأيام، فده كان الأساس. وطبعا في طوال هذه المرحلة أهم نقطة أن المملوك يحظى بعطف سيده بصورة لا نظير لها، لدرجة أن بعض السلاطين كان لا يأكل مع حريمه أو مع أبنائه ويأكل مع مماليكه، لأن يقول في وقت الحرب وفي وقت الأزمة حريمي وأولادي لن يدافعوا عني،
اللي حيدافع عني هؤلاء هم مالك. الدرع الواقي. الدرع الواقي بالضبط. طبعا. بالضبط. احنا قلنا في اول حديثنا ان المماليك كان لهم صفحات بيضاء وصفحات سوداء في تاريخهم. فايه هي الصفحات السوداء وهي الصفحات البيضاء؟ يمني اعرف. ربما التآمر على الحكم والطعن دائما والمحاولة للاستيلاء على السلطة بطرق غير شرعية، ربما هو دي شكلت الجزء الكبير من الصفحات السوداء. ربما او هناك صفحات اسود الى حد كبير. هو اصل الحقيقة برضو في التاريخ نقطة اساسية، ان احنا في دراسة التاريخ لا ينبغي ان نحكم على العصر والعصور بمقاييسنا ومعاييرنا نحن، وانما نحكم بمعايير ومقاييس العصر، العصر الذي نتكلم عنه. صحيح. المماليك لم يكن لديهم نظام معروف للوراثة، ومعنى هذا ان الملك للاقوى والاحتكام للسيف، هذه سنة عصره. وبناء على هذا كان يحتمل كثير من المشاجرات وكثير من الاغتيالات، قد تبدو في نظرنا احنا شيء غير طبيعي وغير واجب، ولكن بالنسبة لروح العصر هذا هو الوضع. طيب، هذا من الناحية الداخلية. نعم. اما من الناحية الخارجية فالحكم على صفحة السوداء للمماليك اظن انه ينطلق من زاوية اخرى، هي زاوية تأثيرهم على خطوط التجارة العالمية. فمن جهة سيطر المماليك على سيناء والسويس، وبالتالي هذا الممر البحري بين المتوسط والبحر الأحمر. وبعد أن عاث المغول فسادا في بغداد وما جاور بغداد، وبالتالي أهلكوا طرق التجارة البرية عبر تركستان وعبر الشام والخليج العربي، هذه الطرق التي كانت تصل بين الحواضر الأوروبية وبين الحواضر الهندية والصينية، لم يبقى من سبيل إلا طريق البحر الأحمر مرورا بمصر، وبات للمماليك سيطرة على هذه الطريق. إذن بات لهم احتكار. ومع أن المماليك اشتهروا بوقفهم الغزو المغولي في عين جالوت وبوقفهم التوسع الفرنجي أو الصليبي عندما أجهزوا سنة 1291 على آخر بقايا الصليبيين في عكا، ولا بد لهذا الواقع التاريخي من أثر على سياستهم الخارجية وبالأخص تجاه الأوروبيين. إذن على الرغم من هذا العداء المفترض في موقف المماليك تجاه الأوروبيين، فقد تلذذوا طعم العائدات التجارية. التجار عندما يجتازون الأقاليم التابعة للمماليك يدفعون أتوات ورسوما مختلفة بالإضافة إلى الأرباح المرفئية أو العائدة للأشغال المختلفة بالنقل وما شاكل. إذن التجارة كانت ذات نفع مباشر للمماليك. وعلى هذا الأساس اصطلح المماليك مع بعض فئات الأوروبيين وخصوصا مع أهل البندقية، فاستؤنفت التجارة. ونعلم أن البندقية كانت تعنى عناية خاصة بالتجارة، حتى أنها سنة 1204 خلال الحملة الصليبية الرابعة تخلى البنادقة وهم زعماء تلك الحملة عن هدفهم الأصلي في استعادة القدس من المسلمين، وذهبوا توا إلى القسطنطينية فسيطروا عليها عددا من العقود نحو نصف قرن بقصد التجارة. إذن بعد أن دمرت الطرق التجارية المارة بالقسطنطينية لم يبقى إلا طريق البحر الأحمر، فتسلل البنادقة أهل البندقية إلى هذه الطريق عن طريق الاتفاق مع المماليك. إذن المماليك عقدوا صفقة مع البنادقة، وسيطر البنادقة على تجارة الشرق من خلال المماليك. حصل تنافس أوروبي بين البرتغاليين والإسبانيين من جهة، وبين الإيطاليين ممثلين بالبنادقة، ونشأ عن هذا التنافس بحث جديد عن طرق أخرى إلى الشرق، ونتج من هذا البحث اكتشاف رأس الرجاء الصالح واكتشاف أمريكا عرضا. إذن وجود المماليك كسد في وجه الحملات الصليبية وإجهاض لهذه المحاولة التوسعية الأوروبية باتجاه الشرق، ومن ثم الاحتكار المملوكي البندقي لتجارة الشرق، حول الأنظار المنافسين الأوروبيين
باتجاهات أخرى، فلم تلبث هذه المنطقة أن أغرقت في الظلام نتيجة اكتشاف طرق جديدة إلى الهند وخصوصا رأس الرجاء الصالح، ولم تعد الأنوار إلى مصر لتستقطب الاهتمام العالمي من جديد إلا بعد حملة بونابرت ومن ثم بعد قيام قناة السويس. إذن هذه الفترة الطويلة من سيطرة المماليك على مصر أثرت في تحويل السياسة العالمية ومسارب التجارة، لذلك يصفها الأوروبيون وخصوصا المحيزون للبرتغاليين وللإسبانيين أي منافسو البندقية يصفها بالصفحة السوداء، سوداء نسبيا. قلنا أن المماليك كان لهم بعض المعمار اللي أثاره ما زالت موجودة حتى يومين هذا، ربما نعرض للسادة المشاهدين بعض الصور الخاصة بكثير من المساجد والأماكن التاريخية اللي بنوها فعلا المماليك، وربما دي تعتبر برضو صفحة من صفحاتهم البيضاء إلى جانب الأشياء الأخرى. لا، ليست المساجد فقط هي الواجهة العمرانية، عندهم المستشفيات أو البيمارستانات، عندهم الخنقوات أو الأديرة متجمع النساك والمتعبدين، عندهم الترع والقنوات والشوارع والمدارس، ومعظم المدارس مرفقة بالمساجد. إذن قيمة المساجد ليس فقط من وجهها الديني وإنما بالأخص من وجهها الاجتماعي والثقافي والتربوي، فهي من الناحية الاجتماعية ملتقى الفئات المختلفة من وطنية وأجنبية التي تتسابق إلى اقتباس العلم من خلال المنبر المسجدي، ومن الناحية الثقافية هي المكان الوحيد لاستمرار العلم. شكرا دكتور مراد وشكرا للدكتور عاشور، ونرجو مشاهدينا الأعزاء أن نكون قد ألقينا الكثير من الضوء في الحقيقة والخيال حول موضوع الظاهر بيبرس مؤسس دولة المماليك وهذه الدولة نفسها، ونرجو أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم مع موضوع تاريخي وشخصيات تاريخية أخرى في برنامج بين الحقيقة والخيال.